السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انتم بتسعدوني بتعليقاتكم الجميله اللي بيجي لي على القناه، بتفرحوني بكل الحاجات الحلوه اللي بتكتبها لي في التعليقات اللي بيجي لي كل يوم على الفيديوهات بتاعتي. انا بجد سعيد بكل كلمه كتبتها لي، سعيد بكل حرف قلته لي، سعيد بكل حاجه حاسينها ناحيتي. انا بجد مش لاقي كلام يوصف سعادتي ويوصف فرحتي. بجد انا ممتن لكل واحد جزائري وعلى دماغ كل واحد جزائري، وبحب الجزائر وهفضل طول عمري اشجع الجزائر، عشان هي بلد كبيره وبلد عظيمه وبلد تستحق الثناء وتستحق الحمد وتستحق كل حاجه حلوه في الدنيا. النهارده بشارك معاكم فيديو جديد عن الجزائر العظيمه، عن الجزائر الرائعه، عن الجزائر اللي كل يوم بتثبت لنا ان هي احسن واحسن، وبتثبت لنا ان هي احلى واحلى، وبتثبت لنا ان هي في جميع المجالات وفي جميع المستويات مفيش حد يقدر ينافسها، ومفيش حد يقدر يقف قدامها، ومفيش حد يقدر يبقى اصلا زيها او حتى ربعها. النهارده بشارك معاكم فيديو جديد عن الجزائر، بس زي ما اتعودنا قبل كده وزي ما قلنا قبل كده ان احنا في كل فيديو هندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم، ربنا يثبتهم، ربنا يقويهم، ربنا يشفي مرضاهم، ربنا يداوي جرحاهم، ربنا ان شاء الله يحرر المسجد الاقصى، اللهم امين يا رب العالمين. ومش محتاج افكركم ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني. كجزء من استراتيجيتها الزراعية، شرعت الجزائر في استكشاف الصحراء. مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي المزروعة في الصحراء الجزائرية في غضون بضعة عقود أفسحت هذه الكثبان الرملية المجال لزراعة الخضروات. هنا البطاطا العضوية دفعة ثانية لهذه المنطقة التي أصبحت أحد المنتجين الرئيسيين للخضروات في البلاد. إنها وسيلة لتشجيع النشاط الاقتصادي وتطوير الزراعة في منطقة الوادي. طموحنا هو تصدير إنتاجنا إلى الخارج، وتوجيه تحية للمزارعين الذين تمكنوا رغم قسوة الطبيعة من توفير أفضل منتوج للبطاطا في البلد، معترف بجودتها في جميع أنحاء العالم. الشمس على مدار السنة تتيح للمزارعين إنتاج البطاطا غير الموسمية وتصديرها، وكذلك الطماطم والفول السوداني والبصل. تقوم هذه المحاور بسحب المياه من منسوب المياه الجوفية وري الأراضي المحاطة بسعف النخيل، ما يخلق نوعا من المناخ المحلي. جميع المزارع موصولة بالكهرباء، تستخدم تقنيات حديثة توفر المياه للحفاظ على منسوب المياه الجوفية. لا نستخدم الكثير من مبيدات الآفات، وأركز على هذه الجملة، إنها زراعة مستدامة. الزراعة مهنة تتوارثها الأجيال في الوادي المعروفة باسم مدينة ألف قبة وقبة، والتي تغطي منازل هذه المنطقة. هنا التقنية التقليدية هي تقنية الغوط المعترف بها من قبل منظمة اليونسكو. تزرع أشجار النخيل فوق منسوب المياه مباشرة في تجاويف محفورة بين الكثبان الرملية. قطف المحاصيل يكون يدوياً. الجانب الإيجابي في الزراعة الصحراوية هو وجود الشمس على مدار السنة، لذلك تكون الأمراض أقل. 70% من المنتجات الصحراوية هي منتجات عضوية. تطورت الزراعة الفينيقية لا سيما من خلال البحث عن المياه العميقة. يتم ري 35,000 نخلة و 25,000 شجرة زيتون في هذه المزرعة بالتنقيط بفضل 14 بئرا بعمق 300 متر. قريبا بئر جديدة ستجيب المياه تحت الرمال على عمق 2000 متر. كما تستخدم التقنيات الحديثة في التلقيح والتسميد والحصاد. تتيح هذه الآلات للعمال معالجة ما يصل إلى 80 شجرة يوميا وبطرق مريحة. تعمل السرعة على كسب المزيد من المال، هذا ما فعلته الميكنة مع الحفاظ على استدامة الزراعة والحفاظ على النظام البيئي للواحات. تنتج هذه الضيعة حوالي 1800 طن من التمور سنويا، تعالج في الموقع في مصنع هذه الشركة المزدهرة التي توظف 350 عاملا دائما و200 عامل موسمي. كما تشاهدون لدينا مجموعة متنوعة جدا من المنتجات، التمور الطازجة والمنزوعة النوى وبفروعها والمكبوسة. نصدر إلى عدة مناطق في العالم وإلى القارات الأربع في العالم، أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا. من أجل أمنها الغذائي تعتمد الجزائر أيضاً على المحاصيل الخضراء الكبيرة في الشمال، البلد الذي وفقاً للأمم المتحدة لديه أدنى معدل لسوء التغذية في إفريقيا يريد الذهاب إلى أبعد من ذلك، مثلاً جذب المستثمرين الأجانب لتجنب استيراد نصف القمح المستهلك في البلاد. هذه هي السياسة الحالية، إنها سياسة التحدي.
القدرة على إنتاج المزيد وتقليل الواردات وإقامة شراكات. على مدار الإصلاحات يواصل القطاع هيكلة نفسه، بينما تعمل الشركة الحديثة على تطوير حلول زراعية ذكية وتبحث عن شركاء أيضا. اليوم لدينا شركات جزائرية ناشئة تحاول الابتكار، تحاول إنشاء الزراعة الذكية وغيرها. التحدي الحقيقي هو العمل على تطويرها لتصبح أقوى وإنشاء عمل تجاري. ستكون هذه التقنية الجديدة ضرورية للحفاظ على المياه الجوفية وبالتالي تعزيز استدامة الزراعة الصحراوية. في رحلة البحث عن تجارب فلاحية ناجحة قادتنا الرحلة إلى منطقة بريزينا بالبيض، المسافة 110 كيلومتر جنوبا عن الولاية. ما شد انتباهنا البعد وصعوبة الطريق وعشر ساعة، لأن تعاونية كاتي أم جعلت منها أرضا معطاءة وبمقاييس وجودة عالية. مستثمر جسد حلمه في الصحراء. كيف؟ حس الفلاحة وحب الأرض ما التمسناه في صاحبها الذي سخر 30 مليار سنتيم من أجل نتيجة غير مضمونة أبهرت كل من زارها. منتجات فلاحية متنوعة من بطاطا إلى بطيخ، وهذا رغم قساوة الطبيعة والمميزات المناخية للمنطقة. هذا بالنسبة لي أنا تحدي بون صعوبة، واش كاين صعوبة؟ لأن دروك صحراء والمسافة بعيدة، رغم الطريق ماشي مخدومة، كش الطريق راه كاين 30 كيلومتر بيست، ورغم الفونت صابل لهنا ما يخليكش تخدم. والحمد لله رانا بالعقل درنا التحدي هذا، ورانا بالعقل درنا نتيجة. كماسينا العام اللي فات غرسنا 110 هكتار بوم دو تير سومونس، ودرنا 3 فاريتي فيها، وخرجت لنا قاستنا 290 كانتو بار هكتار، فيها 30% تاع كونسوماسيون، الباقي سومونس. من أرض بور إلى جنة عدن كان نتاج توفير وسائل تكنولوجية عالمية، إضافة إلى تسخير 260 عامل في موسم الإنتاج. مشروع كان له الفضل على منطقة بريزينا للحد من ظاهرة البطالة وخلق فرص الاستثمار والمنافسة بالمنطقة. شوف الله يبارك لنا، أصبحنا في الصحراء القاحلة صبحت منطقة فلاحية ناتجة. كما تعلمون بأن المحيط بريزينا ضاية البقرة خدموا فيه ناس قبل، ولكن منطقة صعبة يعني تبقى جهد، وبفضل معناتها الرجال اللي واصلوا منهم المستثمر الأخ فيصل وزميله، راه الله يبارك قائم بالدور كما ينبغي. وصل عدد العمال اللي يلمدوا البطاطا تجاوز 260 شخص هنا. أما العمال منهم دار تجربة الفقوس، راه كان فيها 20 عامل يقلع يوميا، كل يوم يروح تروح شاحنة واثنين، معناتها تجربة رائدة من نوعها في منطقة بريزينا. عندنا الفلاحة بور لانستون درنا لا بوم دو تير سيزون، ودوكا عندنا اريير سيزون. لا سيزون عندنا 110 106 هكتارات، واريير سيزون دوكا رانا في 145، ودرنا نوبل بروغراماسيون تاع لي سيريال بلي دور عندنا 110 هكتار، وان شاء الله باذن الله مواد فيفري عندنا نوبل بروغراماسيون تاع 300 هكتار تاع لا بوم دي تير، وعندنا ساسبون ديرو ديزيسي تاع دي زوتر كولتور كوم لاي اي لونيون. بالاراده نصنع المعجزات هو الشعار الذي سار عليه مشروع كاتيام، اين حول اراضي صحراويه إلى مستثمرات زراعية تنافس كبرى المزارع المحلية وحتى الأجنبية. بعد أن كانت توصف بالقاحلة وأنها مناطق الحرارة المرتفعة وأنها بلاد النخيل والواحات، تحولت في فترة وجيزة إلى قبلة للاستثمار والمساحات المخضرة. الصحراء الجزائرية التي كان يشار إليها بأنها غذاء الجزائريين لما يحتويه باطنها من ثروات نفطية، هي فعلا كذلك، لكن ليس فقط لأنها أرض الذهب الأسود، بل أيضا لأنها تنتج الذهب الأخضر.
البطاطا والطماطم وغيرها من المنتجات الفلاحية والخضر غير الموسمية يمكن أن تنتجها هذه المساحات التي ظننا لوقت طويل أنها فقط أرض للكثبان الرملية. هذا المستقبل الواعد جعل الدولة تتوجه نحو اعتماد الفلاحة الصحراوية بالنظر إلى الفارق في المردودية والعوامل الجغرافية المساعدة من طاقة شمسية ومياه جوفية، والنتيجة منتجات عضوية وزراعة مستدامة بسبب عدم استعمال المبيدات بكثرة. ربي نعم علينا بالجنوب، جنوب فيه مياه طائلة، نقدر كل حبوب تاعنا وكذا ننتجها إلا في الجنوب، والخضروات وهذه في الشمال ممكن، ولا لي دو اون ميم طون في الجنوب. مي الجنوب عمرنا ولا اهتمينا بالجنوب علميا وتقنيا. الجنوب رانا مستغلينه بنسبة 40% الرش المحوري هذاك، انا نكسبتها 40% با بليس. من المفروض الجنوب الحبوب ولي فوراج بور ليلفاج يجوا كل حتى العين صالح، عندنا ما يقارب 9 ملايين هكتار جاهز للعمل. ان هكتار في الجنوب مسقي يعطيك مقابل تاع هكتارين ونص ولا 3 هكتارات تاع الشمال. يعني لو كان تستغل منه غير 4 ملايين هكتار كانك تعوض كاع الفلاحه تاع الشمال. بعيدة عن اهتمامات الاستثمار الفلاحي، هي اليوم احد النماذج الناجحة من حيث حجم وجودة الإنتاج. المساحة المزروعة السنة كانت 3300 هكتار، فيها بين قمح لين وقمح صلب أكثر من في حدود 2000 هكتار. إحنا توقعاتنا أن إن شاء الله أننا نتجاوز أكثر من 100,000 قنطار. كانت كاينة إضافة، كانت كاينة زيادة على المساحة المزروعة أكثر من العام اللي فات بحوالي 480 هكتار. وراكم شفتوا من خلال وضع جميع الامكانيات مع وسائل التخزين، آلات الحصاد، كاين 19 آلة حصاد راها على مستوى الولايه. في اطار رفع المساحه المخصصه للحبوب، فقد تم تسطير هدف بلوغ 1 مليون هكتار كمساحات مسقيه في الجنوب الكبير في اطار الاستثمار عن طريق الامتياز في افاق 2025، مع وضع هدف رفع المردوديه في الهكتار الواحد، بالإضافة إلى زيادة قدرات التخزين، كما أمر رئيس الجمهورية عبر إنشاء صوامع جديدة لحفظ الحبوب. ذلك لا يتأتى إلا بتكريس التكنولوجيا لخدمة القطاع الفلاحي واستعمال تقنيات حديثة تسهم في اقتصاد الماء والحفاظ على المياه الجوفية. أول مرة وزارة الفلاحة تستعمل درون باش نشوف المساحات محروطة والمزروعة بدقة. فخر الصناعة الفلاحية الجزائرية مجمع قام على أنقاض مؤسسة العتاد الفلاحي، سخرته الجزائر ليكون بداية نهضتها. صناعة محلية جذبت شراكات أكبر المصنعين العالميين، ومنها مرسيدس وبشروط جزائرية خالصة. عالم صناعة المحركات والجرارات الجزائرية خطوتها الجريئة لنهضة فلاحية وصناعية حولتها لأهم دولة في العالم العربي وأفريقيا في المجال، وتستبدل التوريد بالتصدير، ثم تكون الأكثر صمودا في المغرب العربي أمام أزمة الغذاء. اليوم الجزائر عليها خطيرة، لأن الجزائر ما فيها، ما عليهاش مديونية، ما عليها حتى دين في كل إفريقيا وشمال إفريقيا. مستقلة بمواقفها، مستقلة بمواقفها، لأن واحد ما يسالناش فرانك، اللي يسال يجي يخلص. أولا، ثانيا، نظامها الاجتماعي مدستر ومقنن، بعض سموها شراء ديما، بعض سموها كذا، ولكن اليوم طب مجاني والتعليم مجاني والمواد الأساسية مدعمة من الدولة، إلى آخره. يعني كل الأمور هذه تسمح للمواطن بعيش كريم، ربما مش بالعيش اللي يطمح فيه.
شفتوا يا جماعه كلام الناس قد ايه عن الجزائر؟ شفتوا يا جماعه الوطن العربي كله بيتكلم عن الجزائر وعن اللي بتعمله الجزائر كل يوم؟ شفتوا يا جماعه قد ايه الجزائر دي ليها مكانه كبيره في الوطن العربي وليها فعلا قيمه عظيمه في وسط البلدان العربيه؟ شفت قد ايه الجزائر تستحق الثناء وتستحق الشكر وتستحق كل حاجه حلوه في الدنيا؟ بجد يا جماعه مش مجامله للجزائر، وصدقوني زي ما قلتلكوا قبل كده الجزائر ولا بكلامي ولا بكلام غيري، والجزائر اكبر من اي كلام واكبر من اي وصف. انا في نهايه الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.